شهدت المحافظة الشمالية حملة تعقيم وتطهير شاملة في كل من مدينة سلمان والبديع والهملة، وذلك في إطار المساهمة في جهود التصدي لفيروس كورونا ومنع انتشاره. واضعين مصلحة الوطن أولا نصب أعينهم ومصرين على العمل والتطوع في ظل مختلف الظروف لأجل المملكة في خدمة إنسانية وطنية تهدف إلى حماية الوطن وأهله من أي خطر. هؤلاء هم أبناء البحرين الذين يجسدون أسمى معاني الولاء والوفاء لهذا الوطن ولقيادته وشعبه. نحن اليوم كجزء من هذا المجتمع حبينا نشارك جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا بالحملة التعقيمية في الدائرة الثالثة محافظة الشمالية. حقيقة اليوم يعني اللسان يعجز عن الشكر إلى جميع المتطوعين الذي أتوا من جميع محافظات البحرين لأجل خدمة وتلبية لنداء الوطن. تعاون كبير وروح عالية كانت حاضرة خلال هذه الحملة التعقيمية التي انطلقت من مدينة سلمان إلى البديع وانتهت في الهملة. شخصيات المجتمع والمتطوعين عملوا لغاية واحدة، المساهمة في الجهود الوطنية المبذولة من خلال توزيع المهام بحرفية ومنطقية تامة لتكون قابلة للتنفيذ ضمن إمكانات الأفراد وبحسب قدراتهم وتدريبهم ومساعدتهم. نشكر طبعا تغطياتكم أولا وزارة الإعلام وكذلك وزارة الداخلية وكذلك كشافة المالكية وكذلك فريق التطوعي وكذلك الدفاع المدني والبلدية الشمالية على طبعا تعاونهم ويانا والتنسيق. هذه شيء طيب والبحرين تستاهل في هذا الوقت الكل يتكاتف لمصلحة البحرين، فيعني شيء قليل غنمة في هذا الوقت لهذه المملكة الغالية اللي على قلوبنا. الله يسلمك. نساء ورجال شاركوا وكانوا يعملون بكل جهد في أسمى الأعمال الإنسانية، تلك التي لا تنتظر مقابلا لها بل تنبع من القلب ومن رغبة لدى الإنسان في العطاء والتضحية. احنا كمتطوعين كبحرينيين يهمنا مصلحة البلد، ولما نشوف ان في ركائز رموز في البلد مهتمين يعني نسعي لمساعدتهم. واليوم لاحظيت ان ما شاء الله العدد كبير من الشباب، ولاحظيت التعاون مع الجهات الرسمية، التنظيم كان ممتاز. خدمة الوطن شرف لا يعلوه شرف، واحنا طبعا نقوم بعملنا كمواطنين بحرينيين. يعني هاي العمل بالعكس يعني يجسد عندنا روح الانتماء وروح المواطنة، وهذه واجبنا تجاه وطننا. دور رائد الذي تقوم به جهات التطوع المختلفة، وفوائد عديدة على الفرد نفسه كتطوير مهاراته وشخصيته وعلى المجتمع بأسره. فالمواطن البحريني والمقيم يستشعر كل يوم أهمية رسالة التطوع واحتفائه بالعمل لأجل الوطن وشعبه. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.